نبداو زمريقلا. اوكي عندكم مده تقولوا لي حاليا عملنا فيديو على الفئه الاقتصاديه، نحب نشوفوا تليفونات رخاص شوي، وعندكم الحق فانه يلزمني نعمل فيديو من هذا، لكن هنا ما اخترتش نعمل ريفيو على سمارت فون معين، اخترت ان تكون فيرسوس لانه يعني الجايد ديما نحسه اقرب لي ليكم. وبما انه كل يوم نتحاور مع المتابعين فانه اكتشفت انه زوج سمارت فون زادوما ينجم يمشيوا اكثر مع الناس اللي تسالني. تشوفوا بعد انه التليفونات هذوما كل واحد يمشي لجهه معينه. هنا نحكيوا على زوز سمارت فونز اسعارهم بين 450 و 510 دينارات، نحكيوا على الاوبو اي 12 والشاومي ريدمي 9. زوز التليفونات هذوما خذيتهم عند بوجي فونز، تحيه لصديقي اللي بعثهم لي. يعني 80% من الفيديوهات اللي نعملها مع التليفونات تكون التليفونات مبعوثين من عنده، نكمل تستي بيهم ونرجعهم. So link in the description إذا تحبوا تشتروا سمارت فون. He's good مش خاطر سبونسر ولا حاجة، he's really really good. أنا منتعامل كان مع ناس اللي فريمون يخليوا الغرام ياسر مزيان. برشي زادة فما فيديوهات من هنا، فيديوهات اللي جاي فيهم بحذايا برشي وحكينا شوية تك. على كل حال به هنا نحكيوا على نسختين متماثلين في حاجات. يعني اخترت نسخة الـ 3 جيجابايت 32، يعني 32 جيجابايت مساحة تخزين و 3 جيجابايت رام. فما نسخ أقوى في مساحة التخزين وفي الرام، لا نحكيه عن نسخة دوما اللي أسعارهم كما تشوفوا على الشاشة دوا. وكما تشوفوا زادة على الورق فأنه الأوبو بعيد شوية على ريدمي 9. ريدمي 9 على الورق أقوى في كل شيء، لكن تشوفهم بعد اللي الأوبو عنده شوية حاجات خير من ريدمي 9. أول سؤال يتسأل أصدقائي، التليفونات هذوما لشكون؟ إن فاكت أنا راهم لثلاثة أنواع من الناس. النوع الأولاني هو الأشخاص اللي عندهم سمارت فون سعره 250-300 دينار، أول سمارت فون شريوه وبش يعملوا أول أبجريد، أول تطوير، أول إيفولوشن، يعني يمشيوا الكاتيجوري أقوى شوية. هنا نحكيوا على خوك صغير اللي يعني شريت له تليفون كادو، فاخترت له تليفون صغرون رخيص مش بعد بشوي بشوي ما يطيرش النفحه ويبدا يقدم بشوي بشوي. ولا ابوك ولا امك اللي مش مغرومين برشا بسمارت فونز، ديك تحب تعطيهم تليفون افيشنت. ثم كاتيجوري اخرى صغرونه وهي الناس اللي تحب تشري سمارت فون كانتري ليفل للكاميرا والا انتري ليفل للجيم. كما شفتوا في الانبوكسنج يعني أوموس كيف كيف، يعني فما جاست تي بي يو كيس، لكن يعني حديثا على تي بي يو كيس ما نجمش نروح حاط تي بي يو كيس غامقة في تليفون كيما هذا بديزاين ممتاز. هذاك علاش بنحكي شوية على ديزاين. كيما تشوفوا فانه فما حاجات مماثلة. يعني أول حاجة هي أنهم بولي كارمنت، إتس بلاستيك لكن إتس جود بيلد بلاستيك. الحاجة اللي بعدها هو أنهم مات فينيش، هذوما ما يخليوش برشا بصمات في الظهر. الحاجة اللي بعدها أنه حرش تسمعوا الحرشية ذي حاجة ياسر تحفونة بالنسبة للمسكة. In fact الشاومي أكبر شوية، it's bulky يعني بلاطة شوية، it's big، لكن يعني 6.5 استعمال بيد واحدة ماهوش يقلق برشا. لكن الأوبو بالحق صغرون وتحفون بالحق. هنا في الديزاين نرى اللي الأوبو يتفوق بهذا الظهر الجميل بالأشكال اللامعة اللي كل مرة تتغير وتمتزج. كل سمارت فون فيه ثلاثة أنوان. أنا هنا عندي البلو أوشن ديب أوشن بلو ده اللي اسمه، وهذا اسمه كاربون جراي حاجة كما هكيكا. ما خذيتش نسخة ملونة لكن بصراحة الألوان متاع ريدمي تحفوني زادة، فما تيل ولا مستخضرك شوية زادة، فما البنفسجي. والألوان هذوما يفكروني بالبوكو فونز اليوم من شاومي، عندهم نفس الصيغة هذيك وزادة حتى الدويرة هذية والحافة هذية اللي هي رطبة عكس الحروشية اللي من برا. حاجة أخرى زادة يتفوق فيها الأوبو وهي البصمة. قارئ البصمة ما كانوا تحفون هنا، فإنه حتى بالريفليكس متاعك حسيلو كاميرات توري فيه بمقلوب يعني عشان هي يدي اليمين وهي يدي اليسار. anyway فانه البصمه هنا اوتوماتيكلي تنشتغل فيها، في حين انه البصمه هنا محطوطه تحت الكاميرا سيستم، وساعات تنجم تحط صبعك وتغطي الكاميرا وتنجم تخلي شويه بصمات. وزاد استجابته سيئه، يعني ساعات يضيع لي البصمه متاعي. وبالنسبه للبطاريات فانه هنا نحكيه على 4250 ملي امبير بالنسبه للاوبو، 5000 ملي امب اور بالنسبه للشاومي. بما انه البطاريه نتاع الشاومي زايده 800 ملي امب اور، فانه هالفرق هذايا باش يعطيك ساعه وربع ديفرنس في سكرين اون تايم. بالنسبه للسكرين اون تايم كيما تشوفوا فانه الاوبو عطاه 7 ساعات و21،
والشاومي اعطاها 8 ساعات و36 دقيقه. هنا نحكيوا على سكرين اون تايم حتى ل 20% حتى للايكونومي مود. اخر حاجه في جهه البطاريه هي المنافذ وسرعه الشحن. هنا عندنا اختلاف ما بين زوج تليفونات. الاوبو فيه مايكرو يو اس بي، مازلنا نراو مايكرو يو اس بي في التليفونات، حاجه بصراحه غراف. على كل حال زاد لا يدعم الشحن السريع، فانه الشحن بطيء جدا، ينجم يمشي اكثر من ساعتين ساعات، في حين انه الشاومي يشحن بطريقه سريعه فوق ساعه ونص بشويه. لكنه نظرا للبطاريه الكبيره بتبيع الشاومي، في شاشه 6.5 انش، والسيد هذايا فانه شاشته 6.2 انش. نجيو للرسمي، بالنسبه للالوان فانه الوان الاوبو ظهري افضل، اوكي زوز اي بي اس ال سي دي، لكن شاشه الاوبو افضل. لكن فانو ريزولوشن هنا عندنا فول اتش دي بلس على ريدمي 9 وعندنا اتش دي بلس على الاوبو. اوكي نحكيو شويه بيرفورمانس. هنا زوز معالجات البي 35 والجي 80، كما تشوفوا البنش مارك فانو الارقام اوموست الضعف. لكن فما حاجه اخرى مهمه في الاستعمال اليومي، فانو فتح التطبيقات اكيد باش تحس فرق، فانو الشاومي يستجيب بسرعه. مش نبداو متفاهمين، يعني هذه واضحه جدا. بالنسبه لتجربه الجيمينج فانو معظم الالعاب اللي جربتهم، نحكيو على يعني الاسفالت 9 ولا الببجي، فانك تنجم تحط على الوضع المتوسط في الشاومي. الشاومي تنجم تلعب تعيش اكسبيرينس معقوله، لكن الاوبو بشتعبه ويتعبك معه، فما هوش منصوح به. انا ساعات تكرشي لي اللعبه، فما برشا كوارث حتى وانا نحط في اعدادات مينيمال على الاخر. في حين الحاجه اللي تنتصر فيها اوبو هنا هي السوفتوير. بصراحه السوفتوير اكسبيرينس، على الرغم انه السيد هذايا فيه الاندرويد 9 انه شاومي فيه الاندرويد 10، فانه انا اخير، وهذا اختيار شخصي، انا نخير الكولر او اس على المي واي. بصراحه يعني اللاي اوت افضل، تحريك تطبيقات افضل، الاشكال افضل. زوز ما فيهمش برشا كوستمايزيشن، لكن بالنسبه لي انا الكولر او اس ابرك، نجم نقولوا ابرك مش افضل، لكن ابرك فيه شويه مساوئ. اللي قلقني في المي واي هو كل ما هو اشهار يجيك على غفله، كل ما هو سيكوريتي نتاع هل انت متاكد من ذلك متعدد، باش تنستالي تطبيق تبقى مدة باش تتعدى. نمر للكاميرا. هنا الأوبو باش يرجع ينتصر، باش يرجع يكون بقدره نوعا ما، لأنه أمور كاميرا أكيد أوبو يعني تعطي الكاميرا جيدة. وهنا كي نقول كاميرا جيدة نحكي على السوفتوير، مانيش نحكي على الهاردوير، لأنه كما تشوفوا هنا في السبيكس على الورق عندك شاومي فيه اربع كاميرات، فيه الوايد الالترا وايد الماكرو والديبث، في حين الاوبو فيه تو كاميرز من الظهر، من الامام السيلفي كاميرز عاديين ميجا بيكسل عاديه. لكن انا تفاجأت برشا من بعد، فما حاجه باش تخسر فيها الاوبو. يعني اول صوره كي نشوف فيها هي الوان اكس. هنا في الوان اكس تراو انه يعني الالوان البلندنج ما بين الهايلايت والشادوز وكل شيء والديناميك رينج، فانه مريقل على الاي 12. في نفس الوقت كاميرا الاي 12 اوسع شويه، على الاقل كي معناش الالترا وايد، على الاقل الكاميرا اوسع. في الدو اكس لاحظت انه الاي 12 فيه اوفر شاربنينج، فما شاربنينج مضاف اصطناعي خايب برشا، وهنا رالي ريدمي 9 تنجم تكون ابرك. خلينا في كلمه ابرك، ماهوش افضل يعني، بقل مشاكل يعني. لكن فما ادفانتج لانه عنا كاميرا ماكرو اللي ماهيش خايبه على كل حال، يعني اذا تحب تصور ماكرو فانها موجوده، لكن البيكسل ميجا بيكسل نتاعها ضعيف. وبتبيع عندك الادفانتج تاع الترا وايد 0.6x. بالنسبه للاوتوفوكس الزوز عندهم نظام اوتوفوكس مقبول، ما فماش شكون خير من صاحبه، زوز امورهم امريكا ما عندناش حتى مشكله. بالنسبه لسكين تونز اكيد في الكاميرا الاساسيه سكين تونز في الاوبو افضل، وهذه امور سوفتوير. ديبث استيميشن على الاي 12 كانت افضل، مره اخرى السوفتوير قاعد يخدم في خدمه افضل من السوفتوير نتاع شاومي، وهذه هي نقطه الضعف. لانه قعدت نحكي على الكاميرا نتاع الاي 12، لكن الشاومي مشكلته في التليفونات اللي تجينا لتونس اللي هما ريدمي 9 وريدمي 9A والبرو والاس والكولوم، عندهم مشاكل في الكاميرا سيستم كسوفتوير ماهوش كهاردوير.
هاردوير. دايناميك رينج اكيد في الدارك وفي البرايت سايد، فانه دايناميك رينج كان افضل على الاي 12. حاجه بركه السوفت وير هنا ما عجبنيش فيها من جهه الاوبو هي النويز، ففي التصوير في الليل وراكيد الدنيا ظلام لانه فيهمش نايت مود، فيهم برو مود واكسبرت مود، لكن في التصوير العادي فانه بصراحه شاومي مانج نويزز نويز افضل. بالنسبه للفيتشرز فانه الاي 12 فيه اكثر فيتشرز، نحكيو على بانو، تايم لابس، AI stickers، يعني فما أكثر features. لكن كنت عادي ولا السيلفي هنا صدمة كبيرة معنا. شنو اللي يخلي أوبو تخربها الدنيا وتولي تصورها خايبة في السيلفي؟ ما هذا يعني، ما هذا اللون يعني، شنو هذا سكين تونز، شنو هذا؟ الاستنتاج أصدقائي، إذا باش تخمم تشري تليفون في الكاتيجوري ذي فانو نعرفك على شنو تلوش أنت. أكثر المتابعين يجيوني على أداء يا يجيوني على الكاميرا. فإذا تحب سوليد كاميرا بسعر منخفض فانو الاوبو اي 12 ينجم يعطيك تجربة معقولة على قد السعر اللي عندك. لكن اذا تبحث عن سمارتفون باداء جيد، تبحث عن الاداء، تبحث عن سمارتفون اقل من 600 دينار وتحب تلعب، This phone is for you. The Xiaomi Redmi 9. نتقابلوا مرة جاية. باي باي.